بسم الله نمضي في الطريق إلى الله، نحاول الوصول إلى رضاه في رحاب سيرة أولياء الله الذين قال قائلهم: تركنا الكل إلا الله ولم نرجو الحياة سواه، عرفناه وقدسناه فنلنا ما تمنيناه. اللهم قربنا منك واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنك، واهدنا إلى صراطك المستقيم. اليوم نستكمل شرح الحكمة 22 من حكم سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري، والتي أصحابنا فيها فضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مهنة، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بفضلتك يا مولانا. أهلا سيد مهند، مرحبا بك. دائما نسعد ونشرف بهذا اللقاء. دائما يا سيدي. ربنا يبارك في حضرتك. ويعني الحكمة 22 حكمة بليغة وعظيمة. مستمرين في شرحها. خدت مننا حلقات كتير. نعم. اتكلمنا الحلقة السابقة عن مسألة أن من الدروس المستفادة الرضا والتسليم. واتكلمنا يعني باستفاضة عن مقام الرضا أو مسألة الرضا، ونتكلم النهاردة إن شاء الله عن مقام التسليم. فما هو التسليم؟ بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهى وبعد. قبل أن نقول ما هو التسليم، هنقرأ هذه الآية معا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إيه؟ الإيمان الحقيقي لا يحصل للمؤمن إلا أو لا يحصل إلا لمن سلم لله ورسوله. الإيمان الحقيقي الكامل لا يحصل إلا لمن سلم لله ورسوله في نفسه، يعني من حكم الله ورسوله في نفسه قولا وفعلا وحالا ومآلا، يعني فيما بعد. يبقى لمن حكم الله ورسوله في نفسه قولا وفعلا وحالا ومآلا، أخذا وتركا، حبا وبغضا. وذلك يشمل حكم التكليف وحكم التعريف، أو أحكام التكليف وأحكام التعريف. أحكام التكليف وأحكام التعريف. هنشوف يعني إيه. نعم. يبقى الإيمان الحقيقي لا يحصل إلا لمن سلم لمن حكم الله ورسوله في نفسه. في إيه يعني؟ في أقواله، أدي معنى قولا، يعني لا يقول إلا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش باللفظ يعني. يعني فكرة أن أبقى ممتثل. نعم. وفعلا أي أن يفعل ما أمره الله ورسوله. حالا ومآلا، في الحال وفي المآل، في الحال الآن وفي المستقبل، في كل شيء، في حبك، في بغضك، في بيعك، في شرائك، في عاداتك، في كل شيء بتفعله لازم يبقى إيه؟ محكم فيه الله ورسوله. زي ما قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي: يا ولدي لا تبلغ حقيقة هذا الأمر، حقيقة هذا الأمر، إلا إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وعند كل شيء، ومع كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء. أنت هتغضب أو بتغضب، بتغضب ليه؟ شوف النبي قدامك كان بيغضب ليه؟ هتغضب إزاي؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغضب إزاي؟ هتفرح، شوف سيدنا النبي كان بيفرح ليه؟ وهيفرح إزاي؟ أي مكان الأمر. فإذا تحكم الله ورسوله، سواء كان أحكام التكليف وأحكام التعريف. يعني أحكام التكليف وأحكام التعريف؟ أحكام التكليف افعل أو لا تفعل، يعني الأوامر والنواهي. أحكام التعريف القدرة، أي ما يرد من قهر الله تعالى على عباده. هتسلم لما يرد للقدرة؟ استسلمت للقهر الله تعالى؟ استسلمت لقدرته ولا لا؟ دي أحكام التعريف. نعم. ولها معنى آخر، أننا أحكام التكاليف، التكاليف أثقال،
كل ما هو أحكام شرعية دي تكاليف، والتكليف بتكلفه بشيء ده أثقال. صلي أمر، صوم، اتق الله في كذا، اعمل كذا، ما تفعلش كذا، دي تكاليف أثقال. لكن هو لما يصل إلى معرفة حقائق الأمور ويفتح عليه بالأنوار ويجد أن الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، فيها تتسع ميادين الأسرار وتشرق فيها الأنوار. الله، فهتبقى دي تكاليف ولا تعريف؟ دي تعريف، معرفة دي، ده عرف. نعم. أرحنا بها يا بلال، ده هو منتظرها بفارغ الصبر. نعم. يبقى دي بقت إيه؟ تعريف. نعم. أدي إيه المعنى. فهنا أم أقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب لما يقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى ده إيه؟ تحكيمه. يبقى أول حاجة إنك تحكم الله ورسوله فيما شجر بينهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما أنا ممكن واحد يحكم واحد فيه، يقول له ماشي الحكم اللي هتقول أنا هرضى بيه. نعم. وبعدين يحكمه، فهو قبل الحكم أي ظاهرا، لكن يجد حرجا في قلبه في صدره. نعم. ثم الأول هو قبل ظاهرا. نعم. لكن إيمانا يبقى ده إيه الإيمان، الأول مقام الإسلام، الثاني مقام الإيمان. يعني ممكن حد يبقى متعرض لحكم ربنا عز وجل أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، فهو في ظاهره يعني هنفذ خلاص، لكن من جواه جوا في حرج. في حرج. نعم. يبقى الأول إسلام، الحرج إيمان، ويسلمه تسليما، مش يسلمه بس، تسليما إحسان. نعم. نروح لفاصل يا مولانا. تفضل. فاصل ونكمل، خليكم معنا مشاهدينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، نستكمل شرح الحكمة 22 من حكم ابن عطاء الله السكندري، والتي يقول فيها ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. مولانا حضرتك كنت بتكلمنا عن مسألة التسليم، وإن التسليم ده ليه أسرار كامنة، خاصة في الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني كما يعني منذ قليل قلنا أنه لا يتم حقيقة الإيمان عند العبد إلا إذا سلم لله ورسوله في حكمه، سواء كان هذا الحكم حكم تكليف أم حكم تعريف. وقلنا أحكام التكليف هي المتعلقة باكتساب العباد من أمر أو نهي، افعل يعني ولا تفعل، افعل أو لا تفعل. نعم. فإذا كان عند الأمر وكان عند النهي فقد أطاع، إن خالف فقد عصى. نعم. يبقى ده من كسب العبد. وأحكام التعريف هي ما يرد على العبد من قهر المراد، قضاء يعني والقدر، قضاء والقدر. نعم. فمن ثم إذا مولانا ابن عطاء الله بيقول إيه، فمن ثم يتحصل أو يتبين لك أن الأمر كله في شيئين، الامتثال لحكمه، الامتثال لأمره، والاستسلام لقهره. نعم. يعني بيتبين لك الامتثال للأمر، القضية كلها بتنتهي إلى إيه؟ الامتثال إلى للأمر، الامتثال للأمر والاستسلام للحكم، والاستسلام للقهر. نعم. اللي هو الغيب يعني. نعم. عشان كده قال لنا إيه في حكمة ربما سترد، متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. نعم. أو فعلم أنه قد أعظم المنة عليك، مفيش بعد كده. فالقضية كلها امتثال للأمر واستسلام لقهر المراد أو للقهر، هو ده معنى التسليم. معنى التسليم هنشوف. هو بيقول إيه في الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. أيوة. ده حكم، تسليم للحكم. أدي معنى إيه. وبعدين إيه
يحك فيما شجر بين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ودي المعضلة. إيمان ده حاجة باطنية. ويسلموا التسليم ده الإحسان. يبقى التخليص، يبقى التسليم هو إيه؟ تخليص أو التخلص من كل شبهة تعارض الأمر. يعني يحكموك. فهو إيه؟ في واحد إيه؟ ممكن يتردد في تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، في تحكيم الله ورسوله. ده ابتداء كده. في يعني إيه شبهة كده. يعني مش عاو يعني. فهنا يبقى عشان التحكيم عاوز الأول، أول شيء إيه في التسليم؟ تخليص إيه؟ التخلص من كل شبهة تعارض الأمر. يعني تعارض الحكم. طيب، وإحنا قلنا والاستسلام لقهره اللي هو الإيه؟ القدر يعني. يبقى أي شبهة تعارض أو اعتراض القدر يبقى ده في الآخر. طيب، بينهم اللي هو الإيمان النية، ثم لا يجدوا في أنفسهم إيه؟ حرجا أو إرادة تعارض الإخلاص. لأن عشان النية دي، ما هو عشان تقبل، ما هو يقول لك إيه؟ تحكيم. أيوة، حتى يحكموك أدي ظاهرا وفيما شجر بينهم. يبقى عاوزين التخلص من أي شبهة تعارض الأمر. وبعدين الإيمان بقى اللي هو القضية الثانية، اللي هو ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. مش عاوزين حرج من جوه. يبقى تخلص الإيه؟ الإخلاص من أي شيء يعرضه. يبقى في إخلاص كده. ما يبقاش في حرج بقى هنا. ما يبقاش في حرج. وبعدين إيه؟ ويسلموا تسليما. اعتراض يعارض القدر. مش عاوزين اعتراض يعارض القدر. ده معنى الإيه؟ التسليم. عشان كده أدي أسرار الآية. شوف بقى الكلام الجميل. سيدنا الشيخ ابن عطاء الله بيقول إيه؟ بهذه الآية أظهر الله سبحانه وتعالى وبهذا القسم، أولا بيبين لك علاقة التسليم بتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ليه؟ في نفس العبد. فلم يكتفي سيدنا ابن عطاء الله بيقول كده. فلم يكتفي سبحانه وتعالى لم يكتفي سبحانه وتعالى بنفي الإيمان عمن لم يحكم أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد حرجا في نفسه، حتى أقسم على ذلك بالربوبية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ربنا ما اكتفاش بأنه ينفي التسليم، ينفي الإيمان، حقيقة الإيمان، عمن لم يحكم أو حكم ووجد حرجا في نفسي، حتى أقسم. اللي هو فلا وربك. فلا وربك. سبحان الله. أقسم بالربوبية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالش ورب الخلق. وربهم. ورب. فلا وربك. وربك. يا محمد. صلى الله عليه وسلم. يقل فلا والرب عموما مثلا. وإنما قال فلا وربك إعزازا وتخصيصا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لسه. وبعدين قال إيه؟ أظهر سبحانه وتعالى بهذا القسم عنايته ورعايته وخصوصيته برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذ جعل حكمه حكمه. جعل حكم النبي إيه؟ حكم جعل ربنا. حكمه حكمه. يعني حكم النبي حكم ربنا. نعم. ربنا عز وجل. حكمه حكمه. وقضاءه قضاءه. يا الله. والاستسلام لحكمه استسلاما لحكمه. صلى الله. هو يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الحكم حكمه. ومش كده وبس، فيما شاء ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أنت، ويسلموا تسليما لحكمه والانقياد لأمره. انقيادا لأمره. ولم يقل الإيمان منهم بألوهيته حتى يذعنوا لأحكام صلى الله عليه وسلم. لم يقبل الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى حتى يذعنوا لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. جعل حكم حكمه. حتى ربنا عز وجل ما قالش مما قضينا، قال مما قضيت. مما قضيت صلى الله انت عليه وسلم. فجعل حكم ده خلاص حكم ايه؟ لا، حكمه حكمه. صلى وقضاءه قضاءه. والاستسلام والانقياد له انقياد لله واستسلام لله، كما قال في آية أخرى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إنما الله. ما للقصر لا يبايعون إلا الله. يا الله يا الله
يا الله، معاني عظيمة مولانا. نعرف. نعم. نروح لفاصل. نعم. فاصل ونكمل، خليكم معنا مشاهدينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة معاني عظيمة بنلتمسها في هذه الحكمة ومسألة التسليم. مولانا حضرتك بتعلمنا أن حتى يعني التعبيرات القرآنية أو اللفظ القرآني يعني يراعي بشكل دقيق جدا مسألة تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التسليم، وأن احنا لازم نسلم ونمتثل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ده مهم خاصة في هذا الزمان اللي فيه بعض البعض، نعم، أو بعض التيارات ممن يقللون من هذا ويقولون القرآن ألم يقل سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه صلى الله عليه وسلم وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، ده كمان قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر طاعته والتسليم لحكمه والاستسلام لحكمه صلى الله عليه وسلم. تسليما كما قال. فبالتالي ثم قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فجعل بيعته من بيعة الله. إنما يبايعون الله، وفي كلام أسرار جميلة لا يتسع الوقت لسردها. وأيضا في الآية إشارة إلى تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر قال فلا وربك، فأضاف نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. في حين مثلا قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، نعم، أضاف زكريا إلى اسم من أسمائه، نعم، إلى رحمته، نعم. لكن هنا فلا وربك لا يؤمنون، مولانا ابن عطاء الله بيقول إيه هنا، فأضاف الحق تبارك وتعالى اسمه، نعم، اسمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أضاف زكريا إليه لباين ليتبين الفرق بين المنزلتين والتفاوت بين المرتبتين. الله 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 الله. لأن من خلال الآيات دي أهل الله والعلماء العاملين المحاقين بيطلعوا لنا إشارات جميلة. لما يجي يقول لسيدنا موسى ها ولتصنع على ولتصنع عيني. على عيني. لكن قول لسيدنا النبي إيه؟ صمت. إنك بأعيننا. يبان الفرق بين المنزلتين. لما يجي يقول لسيدنا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، يقول لهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يقول له طب روح احنا فتناهم بقى. وبعدين يقول لسيدنا النبي ولسوف يعطيك ربك فترضى، قل لي بس أعمل إيه عشان يرضيك، ها؟ عشان يبان الفرق بين المنزلتين. هذا طالب وهذا مطلوب، هذا محب وهذا محبوب، الله، هذا مريد وهذا مراد، الله الله. منهم من يصل إليه بالكرامة ومنهم من يصل إليه بالاستقامة، وده سائر في كل شيء. مش كده وبس، أنه تعالى لم يكتفي بالتحكيم الظاهر حتى يكونوا به مؤمنين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، لم يكتفي بل اشترط فقدان الحرج. يعني ما اكتفاش من يحكموه بس ظاهرا، بل أنا مطلع على قلوبكم، الله يفتح عليك، بل اشترط فقدان الحرج من نفوسهم في أحكامه، ووجود الحرج في أنفسهم سواء كان الحكم بموافق أهواءهم أو يخالفه. يا الله، لازم يفقد هذا الحرج. مش كده وبس، ويسلموا تسليما اللي هو تمام الاستسلام، وده الإحسان، يعني كأنك ترى مقام الإحسان. فده يبين لنا إلى أي مدى التسليم، ومعناه أنك تخلص التخلص من كل شبهة تعارض الأمر يعني الحكم، تعارض الإخلاص النية اللي هو الإيمان، تعارض القدرة، فيش أي حاجة تعارض. يبقى إيه؟ عارف الاستسلام؟ نعم. اللي سلم، نعم، رفع إيديه، تخيل سلم بروحه، سلم بقلبه، الله، سلم بنيته، استسلم لله تعالى. ودي في الحقيقة ده في غاية الأهمية، هو ده الإسلام. الإسلام من التسليم، لازم نفهم حقيقة الإسلام. ولذلك يا مولانا معنى عظيم جدا فكرة ان احنا نستحضر وجود النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبته في أفعالنا كلنا،
ان في بعض الاحيان بعض الناس يقول لك والله ده الايه دي كانت خاصه بزمنها وبحكم النبي في مساله معينه وانقضى الامر، لكن مساله ان احنا نبقى مستحضرين اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله في كل امورنا ونعكسها على واقعنا، ده شيء عظيم جدا. ده في غايه ده هو القدوه. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل رأيتم إيمانا يطير في الهواء مجردا دون مؤمن يحقق الإيمان في ذاته في صفاته في أقواله في أفعاله؟ هل رأينا إسلاما بدون مسلم يحقق هذا الإسلام في ذاته، يحققه في أقواله، يحققه في أفعاله، يحققه في أخلاقه، يحققه في عاداته، يحققه في ذاته؟ هل رأينا إحسانا بدون محسن؟ هل رأينا صدقا بدون صادق أو صديق؟ هل رأينا كرما بدون كريم؟ هل رأينا علما بدون عليم؟ هل رأينا؟ طيب من بحق الله غير رسول الله يحقق هذا الدين وهذا الإسلام وهذا القرآن في أقواله وأفعاله وأحواله؟ اجتمع فيه كل ذلك سبحانه. ألم يكن قرآنا يمشي على الأرض؟ نعم. ألم يكن خلقه القرآن؟ نعم. إذن إن أردت أن تتعرف على أحكام الحلال والحرام فلديك إنموذجا يسير على الأرض يبين لك ذلك عملا، صلى الله عليه وسلم. أردت أن تتعرف على ما في القارئ على ما في القرآن من أخلاق وآداب، عندك إنموذج حقيقي متحرك عايش قدامك هو. نعم. صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بالتالي بيتحرك، اعرف منه الأخلاق والأداب. نعم. عاوز تعرف أسرار القرآن. نعم. أنوار القرآن التمسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نروح لفاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا مشاهدين. أهلا بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة مولانا يعني المعنى عظيم، ولكن في مسألة التسليم أوقات كتير بتضيق نفوسنا عن إن إحنا نسلم، فإزاي نتصرف في الحالة دي؟ هو مولانا ابن عطاء الله بيقول لنا يعني إنما تضيق النفوس. ليه بتضيق النفوس؟ أيوة. ويقع الحرج بالأحكام لفقدان أنوار الإيمان أو لضعفها. لأن أنوار الإيمان دي عبارة عن إيه؟ في بيننا وبين الغيب حجاب، بالنسبة للبعض ممكن يبقى جدار سميك للغاية. نعم. عند البعض بيرق الجدار ده شوية ويبقى ستارة، بس عند البعض الآخر بيبقى ستارة رقيقة للغاية. فإذا ما تسلط عليها أنوار الإيمان كشفت أن من ورائها غيب. الله. تكشف أن في غيب من وراها. نعم. فيقوى يقين الإنسان. فإذا ما سقط هذا الحجاب كلية وشاف الأنوار، أنوار الإيمان جابت له الغيب، فبيكون يقينه تمام. فبالتالي عشان كده مولانا ابن عطاء الله بيقول إذا أراد الله أن يقوي عبدا على ما يرد عليه من الأحكام أو من الأقدار ألبسه من نعته وكساه من وصفه. يا الله. فتتنزل الأقدار وقد سبقت إليه الأنوار. يا الله. نعم. ليه؟ أنوار الحق ألبسه من نعتي وصفه إيه؟ مش هو ربنا المؤمن؟ نعم. يقوم يلبسه إيه؟ الإيمان. لباس الإيمان. نعم. وصف الإيمان، ما هو المؤمن. نعم. الإيمان ده له نور من أوصافه سبحانه وتعالى. الإيمان ده هيكشف له الحقيقة. فتتنزل الأقدار وقد سبقت إليه الأنوار فيصبر على لأوائها ويرضى بقضائها. عشان كده هو نفسه ابن عطاء الله بيقول ايه؟ انما يعينهم على حمل الاقدار ورود الانوار. اللي خلاه يتحمل الاقدار دي والشدائد دي ايه؟ ورود الانوار. اللي خلاه يسلم هو ورود الانوار. ورود الانوار. نعم. انوار الايمان، انوار اسم الله المؤمن. فوصلته. انما يعينهم على حمل الأقدار ورود الأنوار. نعم. قال أو إن شئت قلت إنما يعينهم على حمل البلايا واردات العطايا. يا الله. البلايا دي
ده هو شاف فيها عطايا، رأى المحنة فيها منحة. نعم. يبقى رأى المنحة في المحنة. رأى يعني في الشدائد عطايا. خد بال حضرتك، ربما يكون المنع عين العطاء. عين العطاء. نعم. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الحق إحسان. نعم. إنما صبرهم على أقداره شهود حسن اختياره. الله. ليخفف عنك ألم البلاء. نعم. علمك بأنه سبحانه وتعالى هو المبلي لك. فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. سبحانه وتعالى. شهود حسن اختياره. نعم. هو عارف ما دام هو يبقى ما فيش غير هو ده الخير. إنما صبرهم على ما جرى علمهم بأنه يرى. الله. لم يعلم هو مش شايف يعني. نعم. فإنما صبرهم على أفعاله ظهوره عليهم بوجود جماله. قابل الجلال بالجمال. واخد بال حضرتك. إنما صبرهم على القضاء علمهم بأن الصبر يورث الرضا. الله. ما هو لازم التقي يترقى من الصبر بعدين. نعم. ايه الرضا. رضا. نعم. واخد بال حضرتك. انما صبرهم على الاقدار كشف الحجب والاستار. ها. نعم. الستار زي ما بقول لحضرتك. نعم. صبرهم على الاقدار بتاعه الغيب. هو شايف ان اخرقت السفينه لتغرق اهلها. قتلت نفسا بغير نفس، نفسا زكيه بغير نفس. نعم. ما انت ما تعرفش، لكن لما كشف الستاره عرف انه هذا كان عندما يبلغ اشده. نعم. هيبقى كافر ويرهق بهو طغيانا وكفرا. فانما صبرهم على الاقدار كشف الحجب والاستار. وانما قواهم على حمل الاثقال او اثقال التكليف التكاليف ورود اسرار التعريف. يعني أنا مش قادر أستسلم لأن عندي مشكلة في الإيمان أو في استقبال هذه الأنوار. ضعيفة شوي. نعم. ممكن تبقى أنوار ضعيفة شوي. نعم. لأن التنعدم عنده الأنوار نعوذ بالله من السلب بعض العطاء يعني. طب ممكن حد يقول يا مولانا هي فتح من الله، يعني الأنوار دي مثلا ما جاتليش، يعني ربنا ما فتحش عليا بهذه الأنوار فمش قادر أستسلم. كل نفس قد ألهمت رشدها. الله. بالفطرة. نعم. أشهدك قبل أن استشهدك، مش حد ما شافش. نعم. فكل دي ايه بتبين لنا ان الحقيقة السبب ان بتضيق النفوس على الطاعة ايه. ما الطاعة ده ايه؟ صبر على الحكم. او رضا بالحكم. عشان انوار الايمان ضعيفة. لان هو شايف ما قوم يسألون الله الستر في المعصية وقوم يسألون الله الستر عن المعصية. فاما الذين يسألون الله الستر في المعصية فخشية من سقوطهم من نظر الخلق. نعم. من عين الخلق. نعم. هو بيشوف الناس بس. أيوه. لأن الستارة بينه وبين الغيب شديدة شوي. أما الذين يسألون الله الستر عن المعصية خشية من سقوطهم من نظر الحق. الملك الحق. يا الله. يا ما فيش في حياء مكسوفين. فقولوا يا رب اللهم باعد بيننا وبين المعاصي ما بعدت بين المشرق والمغرب. يا الله. اللهم اقطع بيننا وبين المعاصي ما قطعت بين الجنة والنار. الوقت أدركنا يا مولانا، لكن عايزين نحرك وصية لنا كلنا، كيف نصل إلى مقام التسليم لله عز وجل؟ الإمام الشافعي يقول دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. ولذلك بقى في الوصية بتاعت أهل التصوف بيقولوا إيه؟ ربما دبرت أمرا ظننت أنه لك فكان عليك في التسليمه. نعم. ربما دبرت أمرا ظننت أنه لك فكان عليك. وربما أتت الفوائد من وجوه الشدائد. والشدائد من وجوه الفوائد. وربما أتت الأضرار من وجوه المسار والمسار من وجوه الأضرار. وربما كمنت المنن في المحن والمحن في المنن. لذلك قال أبو الحسن اللهم إنا قد عجزنا عن
دفع الضر عن أنفسنا بما نعلم من حيث نعلم، فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم بما نعلم. يا الله على الوصية الغالية دي، ربنا يبارك في حركة يا مولانا، يعني شرفتنا ونورتنا وأمتعتنا وعلمتنا كالعادة. ربنا يبارك في حركة، بشكرك شكرا جزيلا فضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل أستاذ الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، نشكرك شكرا جزيلا مولانا. نشكر حضرتك والسادة المشاهدين. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ونتذكر دائما في الحياة طرق ومسالك شتى، ويبقى الطريق إلى الله سبيل سعادتنا في الدنيا والآخرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.